ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير. النهارده هنحكي مع بعض قصة عن أهمية الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. عنوان القصة بتاعتنا: ما تقضى حاجة إلا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. تيجي يلا بينا نشوف القصة بتحكي عن ايه. كان في رجل صالح كان له جار يهودي. الرجل الصالح دوت كان كل ما يحب يعمل أي حاجة كان يقول: ما تقضى الحاجة إلا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الرجل اليهودي استغرب فسأله: ماذا تستفيد من كثرة الصلاة على نبيك؟ فجاوب عليه الرجل الصالح وقال له: يكفيني إن الهم ما بيقربش مني أبدا. طبعا الرجل اليهودي اتضايق جدا، ففضل يفكر للرجل الصالح في مكيدة علشان خاطر يستهزئ بالمسلمين. فكان عنده خاتم، ففكر انه ياخده للرجل الصالح يشيله عنده كأمانة، فخده وذهب بيه للرجل الصالح. فاليهودي قال للرجل الصالح: خد الخاتم خليه عندك أمانة لحد ما ارجع من السفر. فخد الرجل الصالح منه وقال له: ما تقضى الحاجة إلا بالصلاة على النبي. ففضل يراقب اليهودي بيت الرجل الصالح لحد ما في يوم شاف كل اللي في البيت خرجوا. فدخل اليهودي بيت الرجل الصالح وفضل يدور عن الخاتم. فضل يدور عن الخاتم لحد ما لقيه، وخد الرجل اليهودي الخاتم وخرج من البيت. الرجل اليهودي خد الخاتم وراح بيه بحر قريب منه، ركب قارب ونزل البحر ورمى الخاتم في البحر. رجع اليهودي وراح للرجل الصالح علشان يطلب منه الخاتم بتاعه، فلقاه لسه راجع من عمله. اليهودي قال له: أنا عاوز الخاتم بتاعي. فرد عليه الرجل الصالح وقال له: لا تقضى الحاجة إلا بالصلاة على النبي. رد عليه اليهودي وقال له: أنا عاوز الخاتم بتاعي دلوقتي. فرد عليه الرجل الصالح وقال له: النهاردة بالصلاة على النبي ربنا رزقني بسمكة كبيرة جدا، والله ما هعطيك الخاتم بتاعك إلا إذا تغديت معانا اليوم. أصر عليه حتى وافق الرجل اليهودي ودخل معاه. ودخل الرجل الصالح لزوجته المطبخ وقال لها: خدي السمكة الكبيرة ديت اعمليها على الغدا. خرج الرجل الصالح وقعد مع اليهودي، وهو قاعد معاه نادت عليه زوجته عشان توريه ايه اللي لقيته جوه بطن السمكة الكبيرة. فلما رأى الرجل الصالح الخاتم اصفر لونه وقال: والله إنه لخاتم الرجل اليهودي. فذهب إلى مكان الخاتم لكي يدور عليه ويشوفه موجود في مكانه ولا لأ. لما راح لمكان الخاتم وملقهوش موجود في مكانه اتضايق جدا وكان في حيرة شديدة. لما رجع للرجل اليهودي وشاف الرجل اليهودي وقال له: أنت ليه وشك أصفر كده؟ وفين الخاتم بتاعي؟ والله لو ما عطتني الخاتم بتاعي لا أشهد عليك المسلمين واليهود. رد عليه الرجل الصالح وقال له: لا تقضى الحاجات إلا بالصلاة على النبي. رد عليه الرجل اليهودي وقال له: لو مش اديتني الخاتم بتاعي دلوقتي هفضح أخلاق المسلمين بك، وتكون أنت المثل والعبرة لهم. رد عليه الرجل الصالح وقال له: اتفضل الخاتم بتاعك أهو، لكن والله في شيء تاني هو اللي محيرني. فاصفر وجه الرجل اليهودي وهو مستغرب وعمال يبص للخاتم ويقول: ازاي ده الخاتم بتاعي؟ فرد عليه الرجل الصالح وقال له: ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرالك؟ فرد عليه الرجل اليهودي وقال له: استحلفك بربك، ازاي وصل الخاتم ده ليك؟ فرد عليه الرجل الصالح وقال له: ازاي انت عقلك راح؟ مش ده الخاتم اللي انت امنتني عليه لحد ما ترجع من سفرك؟ قال اليهودي: استحلفك بربك، ازاي وصل الخاتم ليك؟ فرد عليه الرجل الصالح وقال له: لقيته في بطن السمكة الكبيرة اللي انا اصطادتها النهاردة. اتخض الرجل اليهودي واغمى عليه ووقع على الارض. ولما الرجل اليهودي رجع الى وعيه تاني حكى كل شيء للرجل الصالح وكل حاجة هو عملها. فرد عليه الرجل الصالح وقال له: انت استطعت بكيدك ان انت تسرق الخاتم وترميه في البحر،
وربنا استطاع ان الخاتم دوت ينزل في بطن السمكة اللي انا اصطادها. مش انا قلتلك انها لا تقضى حوائجنا الا بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام؟ فقال اليهودي: صدقت ايها الرجل الصالح، وانا اشهد ان لا اله الا الله وان سيدنا محمد رسول الله. ان عجبتكم القصه اتمنى ان انتوا تقولوا لي تحت في الكومنتات، واتمنى ان انتوا تعملوا لي لايك وشير. باي باي.